لنا أنتقل إليك أيضا الوضع الأمني من عندك بعد المناوشات الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل، وإن كانت هناك أي ردود فعل من الجانب الإسرائيلي على حديث نصر الله يوم أمس. أهلا بك. بالحقيقة يعني رفعت حالة التأهب بالأساس منذ بداية هذه الاغتيالات في إسرائيل، خاصة على الجبهة الشمالية. كما تحدثنا أيضا بالأمس، كان هناك جولة تفقدية لقائد المنطقة الوسطى وقائد المنطقة الشمالية وأيضا قائد التدريبات في الجيش الإسرائيلي، تحدثوا عن السيناريوهات المحتملة وأن الجيش الإسرائيلي مستعد لجميع هذه السيناريوهات. أيضا رفعت حالة التأهب في طبعا الدفاعات الجوية، القبة الحديدية جاهزة، أيضا صواريخ السهم وهي المسؤولة عن إسقاط الصواريخ البالستية والصواريخ طويلة المدى هي في حالة تأهب. إضافة إلى ذلك، يعني بالأمس كانت القناة 12 العبرية تتحدث بأن إسرائيل ليس فقط تتأهب في إسرائيل، إنما أيضا نسقت مع دول صديقة لاعتراض أي هجوم إيراني أو حتى أي هجوم من الحوثيين على إسرائيل، وهذا أيضا ما حدث في أبريل الماضي. لذلك إسرائيل تنسق أيضا مع على ما يبدو الولايات المتحدة وأيضا دول صديقة. لم تذكر القناة الدول بأسمائها، ولكن تتحدث أنها دول صديقة لإسرائيل ستساعد على يعني إبقاء أمن إسرائيل موجود. أيضا نتحدث بأن هيئة البث الإسرائيلية كانت تقول أنه من المتوقع أن يكون هناك استهدافات لقواعدها العسكرية في المركز، هذه أيضا من أحد السيناريوهات المحتملة. أيضا بعض المصادر في تصريحات للكابينت الإسرائيلي كان يتحدث بأن من الممكن أن تكون السيناريوهات المحتملة استهداف أو إطلاق الصواريخ أو حتى مسيرات من الأراضي الإيرانية إلى بعض المناطق في وسط إسرائيل. طيب، لنا التأهب الإسرائيلي الأمني، هل هو فقط على مناطق حدود الشمال أم امتد هذه المرة إلى الوسط والجنوب؟ نعم، حقيقة هو أيضا يمتد إلى الوسط، إلى العمق الإسرائيلي أيضا في تل أبيب، لأن هناك يعني سيناريوهات محتملة أن من الممكن أن يتم الاستهداف في حيفا، في عكا، في العمق الإسرائيلي، بمعنى في تل أبيب، لأنه بطبيعة الحال إسرائيل كانت قد قامت بالاغتيال في العمق اللبناني في بيروت، ومن المتوقع أن يكون هناك ردا أيضا في العمق الإسرائيلي على هذا الاستهداف. وبالتالي جميع المناطق هي في حالة تأهب. أيضا بالأمس كانت الجبهة الداخلية طلبت من عدد من المصانع التي بحوزتها مواد مشتعلة أو كمية معينة من الغاز وقف إنتاج هذه المصانع حتى إشعار آخر، لأنها تتخوف بأن يكون الاستهدافات أيضا للمصانع التي تحتوي على غاز كبير وبالتالي إشعال المنطقة بشكل كبير. نعم.